مبدئيا الكبد الدهني هو تراكم الدهون في خلايا الكبد بصورة مرضية تتخطى إصابة خلايا الكبد. نسبة 5% من خلايا الكبد ما يتخطى نسبة إصابتها بدهون الكبد، نبتدي نقول إن المريض اللي قدامنا دوت عنده كبد دهني. ويمكن إحنا عندنا في مرض الكبد الدهني ده التعريف الأشمل والأعم، يندرج تحت الكبد الدهني والتهاب الكبد الدهني. يمكن التهاب الكبد الدهني هو الحاجة الأخطر اللي بنشوفها، ممكن تؤدي لمشاكل أكتر في الكبد وتؤدي للمضاعفات اللي احنا بنبقى عايزين نحذر المرضى منها. مفيش قلق إن شاء الله بإذن الله من قصة الكبد الدهني، بس برضو نخلي بالنا هو مرض بينتشر في العالم بصورة ممكن تقترب من نسبة 25% من سكان العالم ممكن يبقى عندهم كبد دهني. في الشرق الأوسط الدراسات قالت إن ممكن يصل الناس اللي عندها الكبد الدهني ل 30%. ال 30% دول ممكن يبقى من 5 ل 10% منهم عندهم التهاب الكبد الدهني أو الصورة اللي تقلق من الكبد الدهني. يعني الكبد الدهني ده خطوة قبل التهاب الكبد الدهني. بالظبط ايه كده. الفرق بينهم يا دكتور؟ الفرق بينهم ان في التهاب الكبد الدهني بيبتدي يحصل التهاب في خلايا الكبد، التهاب خلايا الكبد ده بيؤدي بعد كده ان ممكن يحصل تليفات في خلايا الكبد، وتليفات خلايا الكبد هي اللي بتؤدي بعد كده لمشاكل في وظائف الكبد، ولا قدر الله فشل في وظائف الكبد، والمضاعفات اللي احنا كتير مننا بيبقى عارفينها فيما يخص ان ممكن يحصل لا قدر الله استسقاء، دوالي بالمريء، حاجات غيبوبات كبديه، وممكن في بعض المرضى أورام الكبد أو ما يستدعي زراعة الكبد.